تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، انطلق طواف ناصر بن حمد الأول للهواة للدراجات الهوائية، والذي ينظمه اتحاد الدراجات بالتعاون مع شركة فعاليات. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن طواف الدراجات يمثل أهمية كبيرة في سبيل مواصلة ارتقاء رياضة الدراجات الهوائية والاستفادة من الخامات الشابة وضمها إلى المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة، مبينا سموه أن نشر ثقافة ركوب الدراجات من الأهداف التي تم وضعها من هذا الطواف الأول للهواة. وأشاد سموه بالمشاركة الواسعة التي شهدتها المرحلة الأولى باعتبارها محل تقدير واعتزاز، وتؤكد رغبة الشباب البحريني في الانخراط برياضة الدراجات وتأكيد قدراتهم العالية التي يمتلكونها، مؤكدا سموه حرصه على تقديم الدعم لهم من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من الطواف. وأعرب سموه عن تقديره للجهود البارزة التي يبذلها الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية برئاسة سعادة الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة وأعضاء مجلس الإدارة واللجان والحكام والقائمين على تنظيم الطواف، والحرص على إخراجه بأفضل صورة تنظيمية وفنية، متمنيا سموه التوفيق والنجاح لكافة المشاركين في المرحلتين الثانية والثالثة. وبارك سمو الشيخ ناصر بن حمد للفائزين بالمرحلة الأولى. هذا وتوج سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسعادة الدكتور عبد الرحمن عسكر الأمين العام للهيئة العامة للرياضة الفائزين بالمراكز الأولى في المرحلة الأولى، وسوف يشهد الطواف إقامة المرحلتين الثانية والثالثة يومي الجمعة والسبت المقبلين.